هل طواف تحية البيت الحرام لازم أو سنة، مع العلم أنني ذاهب إلى جدة كل يومين؟ طواف غير طواف الحج والعمرة، طواف الحج والعمرة واجبان وركنان من أركان النسك، وأما الطواف المطلق في غير نسك فهو سنة، أنك تطوف بالبيت العتيق طواف من غير نسك هذا سنة، خصوصا للقادم إلى مكة فإن الأولى به أن يبدأ بالطواف، لأن الطواف تحية البيت للقادم.